تعظيم الامتنان. اهلا بكم في حفل واحتفاليه لا اقول ابدا رد اعتبار، ولكنه تقدير العرفان لاعز انسان واخلص انسان، لان الانتماء اخلاق والاخلاق عطاء. فلا يمكن باي حال من الاحوال ان نفصل بين درجات كل هذه القيم والمعاني الساميه لدى صاحب الليله المحتفى به والمحتفى بنا، وزير الدفاع عن مبادئ وتقاليد النادي الاهلي، وزير ماليه الاهرام، صاحب الدور البارز والتاريخي في تعظيم موارد الاهرام وتقويه الرافده الاعلانيه. اهلا وسهلا بكم في تكريم الكابتن والقيمة الكبيرة الكابتن حسن حمدي. حضرات السادة الكرام، الكابتن حسن حمدي الذي تعلم ونشأ منذ نعومة أظافره في النادي الأهلي في مدرسة الأهلي، فتعلم معنى الولاء وقيمة الانتماء، فلم يكن غريبا عليه ولا مستغربا حين التحق بمؤسسة الأهرام العملاقة وهو في ريعان شبابه أن يمارس كل معاني الانتماء الصادق لهذه المؤسسة العملاقة. كل الانتماء بأسمى صوره يواصل مسيرة العطاء بإخلاص وفكر وحماس وغيرة، وكأنه في ردهات الأهرام وبين جنباتها ومكاتبها الإعلانية يسعى ويكد ويتعب من أجل رفع اسم الأهرام. قفزات كبيرة كان يؤديها في الأهرام وكأنها بروح الفانيلا الحمراء، ولم لا، فقد تربى بين جدران هذا الصرح الكبير. روح التميز، روح الانتماء، وضع مع تلاميذه وزملائه بوكالة الأهرام وكل المؤسسة العملاقة لبنات البناء الكبير والعملاق بفكر متميز وعمل جاد كان يواصل فيه الليل بالنهار لمزيد من النجاح والتميز، حتى وصلت عوائد الأهرام الإعلانية أرقاما قياسية ستظل وتبقى صامدة لمدى طويل جدا. ساهمت هذه العوائد في تقوية رسالة الأهرام التنويرية ودورها الوطني والريادي وخدمة مصرنا العزيزة الغالية. حضرات السادة الكرام، تعجز حروف الكلمات على أن توفي الكابتن حسن حمدي حقه ومستحقه، وتعبر عن قيمة ما أعطى وعظيم ما أنجز، لكن ربما كان عزاؤنا أن الكل بات يدرك قيمة ما حققه الكابتن حسن حمدي في الأهرام أو النادي الأهلي، وما أخلص به وفيه لبيته الأهرام والنادي الأهلي، وما استحق أن يكون عليه دائما وأبدا طوال 40 عاما كان فيها نعم القيادة ونعم الإنسان ونعم الشخص، فقط لأنه حسن حمدي. مرة أخرى تحية من القلب لهذا الرمز الكبير كابتن حسن حمدي. وعن نفسي وبالنيابة عن كل الحضور خالص الشكر والتقدير لمن جاء ليعطي الحق لأصحابه أو لصاحبه، خالص الشكر لمؤسسة الأهرام برئاسة الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، وهي لفتة لن ننساها جميعا. خالص الشكر للأستاذ محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي أيضا لهذه اللفتة الرائعة الجميلة، وهو ما يستحق الكابتن حسن حمدي. أدعو الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم.
الحقيقة احنا النهاردة مجتمعين وانا شايف ما شاء الله حشد رائع وكوكبة متنوعة من الرياضيين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع والصحفيين والإعلاميين. شيء الحقيقة مفرح جدا ان احنا نجتمع هذه الليلة لنكرم شخصية عظيمة أعطت الكثير وهو الكابتن حسن حمدي. الحقيقة لما يعني خليني أقول وحيي الأستاذ محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، لأنه الحقيقة لما طرح علي الفكرة يعني جاءت في موعدها وفي نصابها تماما. يعني الكابتن حسن حمدي كابن من أبناء مؤسسة الأهرام أعطى الأهرام الكثير، اشتغل كثير جدا، احتكيت به وقت ما كنت عضو مجلس إدارة، وكنت بشوفه يعمل ليل نهار في وكأنه شاب تحت العشرين، يعني لا يكل ولا يمل على مدار الساعة. احتكيت به في النادي الأهلي كعضو عامل في النادي الأهلي، كنت بشوفه الحقيقة باستمرار دائم العطاء ودائم التواجد، ومن قطعش يوم جمعة عن قعدته الشهيرة في النادي والقعدة المفتوحة لكل الناس وبيقابل كل الناس بدون حواجز وبدون قيود وبدون أي شيء. بين الأهرام والأهلي الحقيقة الكثير من المتشابهات. يعني الأهرام هي الأهم والأعرق والأقوى في الصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، وده مش من قبيل المبالغة عشان الرئيس مجلس إدارة الأهرام، لكن دي الحقيقة. الأهرام هي الأقوى توزيعا، هي الأكثر تأثيرا، هي الأقوى اقتصاديا، يعني في العالم العربي على فكرة مش في مصر بس. يعني نفس الكلام بالنسبة للنادي الأهلي أظن، وبرضه وبدون مبالغة وبدون انحياز عشان مش أنا عضو في النادي الأهلي لكن بقول الكلام ده، لكنها الحقيقة هو الأكبر والأكثر تأثيرا والأكثر قوة في العالم العربي كله. الحقيقة الكابتن حسن حمدي كان ناجح في الأهرام وكان ناجح في النادي الأهلي، وده شيء عظيم جدا يحسب ليه، نموذج محترم للعطاء. فكان واجب علينا ان احنا نقول لمن أعطى انت أعطيت وأديت، وبنقول لك شكرا على جهدك المتميز، لأن دي لازم تبقى سنة عندنا. الموضوع مش موضوع ان احنا دايما نحاول هدم ما سبق، لا، لازم نستفيد مما سبق. وده الشعار المحترم الحقيقة اللي احنا شايفينه هذه الأيام بعد ثورتين مروا على مصر وبعد عواصف شديدة اجتاحت مصر كلها. النهاردة الحقيقة لما بشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي ويبقوا واقفين عشان يقول لده استلم من ده لده، وان التغيير سنة الحياة، وان مش معنى انك مشيت بقيت وحش، لا، دي قيمة مهمة جدا في الدولة المصرية لازم كلنا نمشي وراها عشان نقدر نكمل المشوار وتقدر مصر تاخد مكانها ومكانتها اللي ان شاء الله هتاخده في اقرب فرصة ممكنة. عايز احييكم واشكركم على وجودكم، وبكرر خالص شكري وتقديري للكابتن حسن حمدي على عطائه المستمر، والحقيقة لحد دلوقتي هو معانا ولا يبخل بجهد. الحقيقة في اي وقت بنطلب منه الاستشارة ما بيتأخرش اطلاقا، وانا عارف انه يؤدي هذا برضو الدور في كل مكان يمكن ان يطلب منه اي جهد واي استشارة، هو ما بتأخرش. فخالص الشكر والتقدير ليه، وخالص الشكر والتقدير لمجلة الأهرام الرياضي العريقة والمؤثرة والقوية واللي عادت قوية، لان الحقيقة الأهرام الرياضي قصة برضو طويلة بدأها استاذنا الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. وانا الحقيقة انا مرة كنت راجع من السويس الصبح، كنت بايت في السويس، كان في شغل، كنت في مهمة عمل، ودخلت بنزينة عشان امول العربية، كان العربية عايزة تمول عربية الأهرام، فتلاقيت الناس اتلمت حال عليا وبتتخانق معايا،
شافوا البادج بتاع الاهرام على العربيه وجم جري اتخانقوا معايا. ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا الاهرام الرياضي ما بيجيلناش ليه؟ فرجعت فورا، ايه يا استاذ ابراهيم الاهرام الرياضي ما بيروحش السويس ليه؟ قال لي بيروح بس بيخلص، طب اعمل ايه؟ فالحقيقه يسجل للاستاذ محمد شبانه انه عاد للاهرام الرياضي قوته، والاهرام الرياضي رجعت قويه ومؤثره زي ما احنا مصرين على ان تعود الاهرام اقوى مما كانت ان شاء الله، وزي ما النادي الاهلي يعود اقوى مما كان ان شاء الله. دايما منارات، لان دي منارات مصر، دي قوه مصر الناعمه، القوه الثقافيه والقوه الفكريه والقوه الرياضيه دي اللي بتبني العقول، دي اخطر واهم من اي ادوات اخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.